خنينات خمسة المؤتمرين. إلا جمعنا هذا العدد كامل عندنا 37 مؤتمر. واش كنا عارفين الحسومة 37 مؤتمر عندهم من أصل 114. هادو 38 مؤتمر هانتو شتو إلا بغاو يقطعوا النشاط ولا افتتاح المؤتمر شغلو مال. المهم على أيين حنا مول التاريخ ديال 22/11/2015 يعني وما وقع ما وقع كان عندنا مجلس كونفدرالي وكانوا التحقوا بنا الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي وتم تكليفي شخصيا باستبير المرحلة التنظيمية إلى جانب لجنة إقليمية اللي منذ ذلك التاريخ وحنا كنشتغلوا من أجل الوصول إلى هذه المحطة التنظيمية بحيث أن كان الاشتغال يعني بشكل أسبوعي بحيث أننا عقدنا 4 ديال الاجتماعات ديال اللجنة التحضيرية أجل التحضير ديال المؤتمر هذا في الوقت اللي كانوا معنا واحد جوج الإخوة لا أمين المال واحد الأخ معاه دائما يعرقل النشاط ديال الاجتماع الهم الوحيد ديالو هو كيقول لك عطيوني السالو ديال المقر حنا كان قرار ديال اللجنة لأن الأغلبية كانوا جوج الأصل 17 ما نعطيوش السالو ديال المقر لأن بغينا نقطعوا مع التجربة السابقة قلت على انه كانت عندنا 4 ديال الاجتماعات وتقدمنا بشكل ايجابي حتى وصلنا للمحطه هذه كان عندنا مجلس كونفدرالي يوم 13/12/2015 هذا المجلس الكونفدرالي بهذا التاريخ هو اللي كان مقرر